بعض الغربان تخشى الفزاعات المتوزعة في الحقل. الوالد محمد يلقي نظرة على سنبلات القمح، تبدو بحالة جيدة. ما شاء الله ما شاء الله جاهز، الحمد لله الحمد لله، نعمة من الله، أشكر الله على نعمة. الجزء 40 من كتاب بيان الشرع تطرق إلى الزراعة والمتعلقات بالزراعة، ومنها الري وما يتعلق به من أحكام شرعية، وذكر الهنقري، والهنقري هو صاحب البستان أو صاحب ملك الأرض. أما البيدار فهو الشخص الذي يؤجره الهنقري من أجل أن يعمل في مزرعته مقابل مال معين أو تمر أو بعض الفواكه الموجودة في ذلك أو في تلك المزرعة. أما في جانب المزروعات فكانت هنالك كثير من المزروعات تزرع في عمان، وخصوصا في القرن الخامس والسادس، إذ أن حركة المزروعات نشطت إلى حد كبير في هذين القرنين. ومن تلك المزروعات الفواكه والتوابل والنخيل، التمور وغيرها، فكانت موجودة ومتوفرة، والباذنجان والفجل والخس والجزر وغيرها من الخضروات التي كانت تزرع في عمان ثم تصدر إلى الدول الخارجية. وكانت هنالك علاقات تجارية بين عمان والصين وعمان والحجاز وبلاد الشام والهند. ذكر صاحب الكتاب القمح، فقد كان القمح يزرع في ذلك الوقت ويطحن في عمان ويستخدمونه لأغراضهم الغذائية، والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل التي كانت تزرع في ذلك الوقت وفي ذلك القرن، كما أن التوابل كانت تصدر من عمان إلى الخارج، والفواكه والخس والفجل والجزر والباذنجان والقطن، كلها كانت تزرع وتصدر من عمان إلى الحجاز وبلاد الشام والصين. من المعلوم أن الزراعة تحتاج إلى بعض الموارد، ومن ضمن تلك الموارد الأفلاك وما يتعلق بالأفلاك، لأن الفلك مورد اجتماعي كما أنه مورد اقتصادي. وفي الأفلاك العريف والوكيل والشحاب والسقاف، فالشحاب هو شخص يؤجر لكي ينظف الفلق، تنظيف الفلق من الطحالب وغيرها من الأشياء، الأوساخ والقاذورات التي يمكن أن تكون موجودة في ساقية الفلق. أما السقاف فهو الذي يسقف الفلق ويقوم بشؤون الساقية.